على كل حال خلينا برضو نروح لتصريحات محمد الغزاوي، طبعا عضو مجلس إدارة النادي ورئيس بعثة الفريق. هو كان ليه تصريح قال فيه أن يعني اللعيبة كانت على قدر المسؤولية، وأن التأهل لدور نصف النهائي خطوة مهمة جدا في مشوار المنافسة على اللقب. طيب كان في ناس بتسأل عن كابتن محمود الخطيب، هو أوضح أن كابتن محمود الخطيب كان على تواصل مستمر للإطمئنان على أوضاع البعثة، وحرص كمان على الاتصال يعني بعد المباراة لتهنئة الجهاز الفني وتهنئة اللاعبين. وكمان الغزاوي كان وجه الشكر لمسؤولي السفارة المصرية بالمغرب وعلى رأسهم سيادة السفير ياسر عثمان على المجهود اللي قاموا بيه، وأشاد بالمعاملة كمان الطيبة وحفاوة الاستقبال من جانب مسؤولي نادي الرجاء منذ وصول البعثة. ودي حاجة لازم نتكلم فيها بصراحة، هناك الناس كانت محترمة، اتكلم على المسؤولين ومسؤولي البعثة هناك، لا كان في احترام في التعامل، وده الطبيعي يعني طبعا. مش بنقول مش بنشيد على الفاضي، لا ده الطبيعي طبعا. بس لازم الواحد يركز على كمان الإيجابيات الموجودة بصراحة. صحيح.